بسم الله الرحمن الرحيم بحي حضراتكم مهندس احمد شوقي السيد من احد مزارع التقدم سيناء واحنا في مروره معنا البشمهندس محمد مهدي رئيس قسم البساتين والبشمهندس احمد الطيب اهلا بحضراتكم دلوقتي واحنا بنمر معلش يا بشمهندس محمد قول لي بقى كده طبعا انت هنا بتروح للساده المزارعين وبصفه مستمره وبتدي الارشادات بتاعتك نهايه التوصيات بتاعتك نهاية التوصيات نعم. نحافظ على حبة المانجا اللي هي يعني عادة بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله المحصول السنة دي مبشر يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله خير السنة دي بس نهتم بحبة المانجا ديت نحاول نرش حشري عشان خاطر إيه في بعض الحشرات دلوقتي ابتدت تهاجم الحبة نعم واخد بالك وفي حاجة تانية برضو نهتم بالتسميد البوتاسي م. لأنه ده بيرفع يعني دوت بنقول عنه في علم الزراعة دي الأساصير نعم وبنشط الجذور واخد بالك وبيرفع السكريات في حبه المانجا نعم واحنا داخلين على شهر نهايه شهر ستة وبدايه سبعة هو ده ميعاده الوقت ونهتم اه. بالري ضروري لا نزود ري ولا نعطش مم. لان النبات في الفتره ديت بيعتبر حساس جدا 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 نعم وعشان احافظ على شويه المنجم وربنا يكرم الجميع ان شاء الله اللهم امين اضيف كمان على الباشمهندس محمد طبعا ومش هضيف له هو استاذنا آه عاوز اقول لحضراتكم ان طبعا في التغيرات المناخيه عاوز اقول لكم حاجه مهمه جدا لما نعرف ان عندنا حراره شديده جايه تاني يوم لازم من الصباح الباكر اروي عشان خاطر ما نشفش التربه اللي الحراره تضرب في قلب الارض فيقوم ايه تخلص الرطوبه الميه اللي موجوده الرطوبه وبعد كده تروح إيه عاوزه برضو تاخد رطوبه تروح سحبها من السمرة تروح واقعه منه يبقى في الصباح الباكر اروي على طول عشان خاطر استعد للحراره اللي جايه. على فكره في الشتاء نفس الحكايه في البرد لما اعرف ان في برد برده اعمل ري عشان تعمل تدفئه. بكده بشكر حضراتكم ونهتم وان شاء الله موسم مبشر على اهالينا في محافظه الاسماعيليه وعلى جميع الساده المزارعين وكل سنه وحضراتكم طيبين خالص تحياتي لكم مهندس احمد شوقي السيد مرسي.